نبيل فضل مختفي حوالي 9 شهور ملوش أي أثر لحد ما اعترنا فيه. وعرفت طريقه إزاي؟ عن طريق سامية فهم. فجأة حوالي شهر ونص جالها جواب منه، عرفنا ساعتها إنه بيشتغل في معرض بيع عربيات مستعملة في نابولي. صاحب المعرض ده راجل طلياني اسمه برناردو سكالكو. سنيور سكالكو وافق على أنك تشتغل عنده هنا وبمرتب كبير، ده غير عمولتك عن كل بيعة هتبيعها. إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون معنا هنا سنيور نبيل. ده شرف كبير لي أنا سنيور سكالكو. مارشيلا، مارشيلا، سنيورتا مارشيلا سوف تتولى العناية بك. بونجور سنيور نبيل. بونجورنو مارشيلا. بليز كام ويز مي. أوكي. وسكالكو له علاقة بالموساد؟ لا يا فندم، ملوش أي علاقة. كمل يا سيد رؤوف. نبيل نجح في شغله واتشهر جدا، خصوصا بين العرب والمصريين اللي كتير منهم كان بيسافروا لغايه ايطاليا مخصوص علشان يشتروا عربات مستعمله ويرجعوا بيها مصر، وكتير برضو منهم كون علاقه صداقه معاه بشكل شخصي، لكن ما لاحظناش عليه اي حاجه غير عاديه. وانت ما قلتليش يا زكي ناوي تعمل ايه لما ترجع مصر؟ والله يا بلبل ما فيش حاجه معينه في دماغي، بس شكلها كده هقضي السنه اللي فاضله لي في الجامعه وبعد كده بدور على اي عقد عمل وخلاص. بقول لك ايه يا نبيل، ما تشوف له عقد عمل هنا، وبعدين ده هو اخر سنه السنه دي في كليه الهندسه. هندسه؟ انت مالك بتقولها وانت فرحان كده ليه؟ انت تعرف خريجين الهندسه هنا قد ايه؟ وبعدين عشان تشتغل بشهادتك دي لازم معادله وغلبه. وانت مالكش جيش؟ ما انا ما قلتلكش انا اخواتي الاثنين في الجيش، واحد منهم مجند في المدفعيه والتاني ضابط احتياط في الدفاع الجوي، يعني عشان ادخل الجيش لازم واحد منهم يخرج. يعني انت زي ما انت عارف اللي بيدخل الجيش اليومين دول ما بيطلعش، يعني زكي هيبقى فضيلك على الاخر. بص يا زكي، انا هديك ابلكيشن تملاه كله بالكامل في بيانات عنك وعن عيلتك، وان شاء الله لما تخلص اخر سنه ليك في الهندسه ترجع تلاقي العقد والشغل هنا جاهزين. تمام بجد يا بلبل، ربنا يخليك ليا يا اجدع مصري في ايطاليا كلها. شفت بقى يا عم زكي، انا قلت لك بلبل ده حلال العقد. طب يا جماعه انا مضطر اسيبكم دلوقتي عشان عندي شغل، حساب مدفوع. ها سلام. رايح فين يا نبيل؟ عندي شغل قلت لك. والبيانات اللي انت عايزها مش هتلاقيها بكره مع ماريو، خد منه الورق. ها اوكي. نبيل العربيه بتاعتي فين؟ ما انا قلت لك يا حسين فوت عليا بكره. يعني عد عليك بكره اخر النهار. بص انا جالي بكره دفعه عربيات اكيد هتلاقي فيهم حاجه تعجبك. تمام ماشي. سلام. السلام عليكم. سلام يا نبيل. سلام. نبيل بلبل، الابلكيشن جهزته لك زي ما انت ما قلت، في بقى كل البيانات عني وعن عيلتي كلها 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 كامله. ما جبتوش ليه بدري بس يا جرجس؟ اصلا ما كنتش عايز ادولك قدام الواد اللي اسمه زكي ده، مش طايق يا نبيل. ماشي. طب انا هنزل الشغل امتى؟ يا بالسهل كده، اصبر عليا لحد ما اقعد مع الناس واتفق معاهم. لسه هتقعد وتتفق؟ ما انا قايل لك وحكي لك ما معيش فلوس ولا معايا حاجه، قاعد بقالي شهرين من غير شغل، لو نزلت مصر مش هعرف اجي تاني. ربنا يسهل، ربنا يسهل. سلام. طيب سلام يا نبيل. في حد وراك؟ عيب يا ابو سليم، احنا كبرنا على السؤال ده. معلش استحملني، اصلهم بيسموني عند العامه الشكاك. قول لي اخبار الشغل عندك ايه؟ اتفضل. دي تقارير عن العرب والمصريين اللي قابلتهم اليومين اللي فاتوا. فيهم حد ينفع؟ ايوه ثلاثه، واحد فلسطيني وواحد سوري والثالث مصري. هتلاقي مكتوب قدام كل واحد منهم تقرير عنه، مشاكله وظروفه وسبب تركه لبلده وهو هنا في ايطاليا بالظبط بيعمل ايه. حلو يا جرجس، ده ظروفه مناسبه جدا وسكته سهله قوي كمان، النسوان والمخدرات، وهيموت على اي شغل. على فكره في واحد مصري اهم من الثلاثه. مين ده؟ اسمه زكي، هيخلص دراسته السنه دي وما عندوش جيش، عنده 2 اخوات مجندين، واحد في المدفعيه والتاني في الدفاع الجوي، والاثنين على الجبهه. وده تقريره فين؟ هيكون عندك في خلال يوم او 2. اوكي برافو يا نبيل، برافو. امسك دي دفعة تحت الحساب والوصل جوه مضيه. انت خصمت منهم برضو؟ مش انا اللي بخصم يا نبيل، العامة هي اللي بتخصم، وبعدين ما انا بيتخصم مني زيك. طب قول لهم يا ابو سليم، مش كفاية انهم بياخدوا نص مرتبي وعمولتي في المعرض؟ قول لهم يدوني حساب التقارير دي كاملة، على الاقل الواحد يشوف نفسه شوية ويعرف يشتغل بنفس. حاضر يا حبيبي، انت تأمرني
هحاول معاهم المرة الجاية ما يكونش في خصومات. مبسوط؟ قولي بقى أخبار سامية معاك إيه؟ ردت على الجواب اللي بعته لها؟ أيوه ردت وقالت لي إن أمي تعبانة شوية، وقالت لي كمان إنها زعلانة مني أوي. عندها حق يا أخي، ما أنت بقالك مدة لا بعت لها ولا سألت عنها. واضح إن البنت بتحبك، واللي يحبك وده يسأل عنه مش تقطع معاه. ما أنت عارف الظروف اللي أنا مريت بيها. وهي الظروف اتغيرت وكل حاجة رجعت لمجاريها. أبو سليم أنت عايز إيه بالظبط؟ أنا مش عايز حاجة. امسك دي هديتي ليك. إيه ده؟ ده جواز سفري القديم. بالظبط. وده دلوقتي أقدر أتحرك بيه في أي حتة؟ طبعا يا حبيبي. يعني والإنتربول والبوليس ما تخافش، المؤسسة سوت الحكاية مع البوليس الألماني واسمك اتشال من كشوفات الإنتربول، يعني اسمك بقى نضيف زي الفل. أنت متأكد إن مفيش سلطات مطار ولا إنتربول؟ قلت لك العامة تولت الموضوع، ولما العامة بتتولى حاجة ما بتسيبش وراها مخلفات، بتكنس كله. ادعي للعامة بقى، دي ليها أيادي بيضة على الكل. إيه رأيك؟ تحب تسافر؟ أسافر فين؟ مصر. أنت جننت يا شلومو؟ عايز تبعته مصر يعمل إيه؟ بقى أنت جاي من إسرائيل لحد صقلية عشان تقولي الكلمتين دول يا ليفي؟ أنا شايف إنه مفيش داعي إنه ينزل مصر، هو يبعت لها جيله هنا. وافرض المخابرات المصرية كانت عارفة أساساً بعلاقته بسامية، عايزهم يقولنا وراها لحد هنا؟ شلومو بطل الشك اللي أنت فيه ده بقى. ما أقدرش، لازم أتأكد، لازم أطمن إني بتحرك صح ومن غير أي مخاطرة، لازم أتأكد إن المخابرات المصرية مش ورا نبيل يا ليفي. وأنا قلت لك قبل كده المخابرات المصرية مفيش منها خوف، دي عالم نايمة على ودانها، عايشين في الوهم، مركزين مع الشعب المصري بس، خايفين لا يقوم بثورة ضد النظام. واللي حصل في هامبورغ نسيته؟ على فكرة أنت هواكسك بقت عالية جدا وتخطر عليك. حتى لو افترضنا أن المخابرات المصرية كانت ورا أيام هامبورغ، أكيد دلوقتي نسيوه، ده عدى حوالي 9 شهور، يعني دي لو واحدة حامل كان زمانها ولدت وخلصنا يا شلومو. هو اختبار واحد بس وحاجة من اتنين، نبيل يسافر مصر وإما يبقى مكشوف بالنسبة للمخابرات المصرية ويقبضوا عليه أول ما يوصل المطار، وساعتها نبقى كل اللي خسرناه واحد من السبوتر بتوعنا. يا إما تبقى المخابرات المصرية نسيته أو ما تعرفش عنه حاجة أساسا، ونبقى كسبنا سامية. أنا اللي كسبتها يا شلومو. أنا تبقى أنت اللي كسبتها يا ليفي، وقتها حبصم لك بالعشرة وارشحك بنفسي لمنصب مدير الموساد بدل بن حاسف رب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ميرسي. سيد عادل. خير يا رو. نبيل سالم وصل القاهرة. انت بتتكلم جد؟ طبعا طيارة تونس وصل حالا. وصل باسمه ولا باسم مستعار؟ لا باسمه، نبيل سالم مصطفى. ايه رأي سعادتك نقبض عليه؟ لا يا رو، الولد ده مش لازم يغيب عن عينينا لحظة، اي مكان يروح اي حد يقابله عايز مراقبة عليه 24 ساعة على 24، واهم من ده كله ما يحسش بينا، فاهم يا رؤوف؟ اعتبره حصل سعادتك. خلي بالك يا نبيل، في الرحلة دي أنا عايزك تبقى دايما صاحي وتتأكد محدش لقطك أو ماشي وراك. مين
استاذ نبيل. يا مرحبا يا استاذ. ازيك يا عم اطلع عامل ايه؟ يا دي الهنا يا دي السعاده، عامل يا استاذ؟ كله تمام الحمد لله، نحمد الله ونشكره. اتفضل يا بيه اتفضل. يا مرحبا يا مرحبا يا بيه، هنا يا سعاده البيه، نورت مصر كلها. انا بالبيه نورت مصر ازاي بس يا عم اطلع؟ يا مدهونه من مين الزرقاء دي؟ مش عارف انتوا عايشين في الضلمه دي بس ازاي؟ هم بتنزحمل علينا يا سعاده البيه. اي خدمة هنا انا بالبيه؟ ربنا يديك الصحة يا عم عطا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفت ان امك كانت في المستشفى؟ سامية بلغتني. وانا هي فين دلوقتي؟ جوه. اجيب لك تتعشى. اعمل لك شاي. كل ده يا ضنايا غصب عنهم. سامحيني يا قلبي، يا امك، يا امك، انا امك يا حبيبي. ضنايا يا ضنايا يا ابني، انا رايح يا حبيبي. يا بنت سامحيني، انا امك يا حبيبي. يا ربي ايه ده؟ ده تحقيق عن مظاهرات الطلبة اللي كانت في المنصورة من كام يوم. اقراه في اخره هتلاقي رأي. اللي هو ايه؟ ما تقراه الاول يا استاذ، ولا انت مكسل تقراه؟ لا طبعا، بس انا عايز اعرف بشكل مبدئي كده، انت مع الطلبة ولا ضدهم؟ مع الطلبة طبعا. هبقى ضدهم ازاي يعني؟ سامية انا معاكي وبأيدك، لكن انت شايفة ان اللي حصل في المنصورة يستاهل ان الطلبة تعمل مظاهرات وندس فيهم العناصر المشاغبة والمعادية؟ اقراه الاول ونبقى نتناقش فيه لما ارجع اخر النهار. عن اذنك.
قدامي رايحه فين؟ رايحه مجلس الامه وبعدين الاتحاد الاشتراكي وراجعه تاني. طب استني خديني معاكي. خدك معايا فين؟ اصلا عندي مقابله مع رئيس اتحاد الصناعات. طب يلا يلا بسرعه. بقول لك يا سما تعالي ناخد تاكسي تنزلي انت عند مجلس الامه واكمل انا ماشي؟ سامية نبيل نبيل سالم استاذ نبيل ازاي حضرتك مش فاكرني انا نجوى نجوى كامل زميله ساميه في الجامعه الاحراج ده واضح ان حضرتك مش فاكرني بقول لك يا ساميه انا هطلع للاستاذ فايت فوق اقول لك مش هتقدري تقابليني النهارده بعد الظهر عن اذنكم الحمد لله على السلامه يا استاذ نبيل امبارح بالليل لولا ان الوقت متاخر كنت جيت وصحيتك ايه اللي رجعك اصل في الحقيقه يعني اصل ايه وحقيقه ايه مش انا والله دي ساميه مالها ساميه مش ساميه لقت نبيل ساميه لقت نبيل اه والله العظيم وهي خارجه من باب المجله خبطوا ببعض عدل أنا مش فاهم حاجة. هي سامية دي كان ضايع منها نبيل ولقيته؟ إيه خفة الدم دي يا أستاذ فريد؟ أنا ما بهزرش يا نجوى. أنا عايز أفهم الحكاية. بقول لك سامية لقت نبيل. نبيل ده اللي كان معانا من أيام الجامعة. وكانت بتحبه سامية. وكان غايب من يجي سنتين كده. ودلوقتي رجع. عايز رأيي؟ انساه. أقصد يعني تنساها النهاردة عشان هي مش هتقدر تيجي بعد الظهر. واحتمال كده والله اعلم ما تجيش بكره كمان يعني ايه ما تجيش بكره في ايه يا استاذ فريد بقول لك نبيل رجع نبيل يا اخي نبيل يا عمنا ما تقلع النضارك على الكوبايه دي وبص يمكن تلاقي اللي انت بتدور عليه طيب يا نجوى سيبيني انا اشوف شغلي وروح انت اعملي التحقيق مع رئيس اتحاد الصناعات حاضر عن اذنك نجوى نعم يا فندم انا عايز تحقيق قوي تحقيق مولع زي تحقيقات ساميه ده انا هعمله لك مشطشط نفسي تستوعب بقى انت عارف اني رحت لك المانيا جيتي لي امتى بعد ما سبت البيت اللي انت كنت قاعد فيه وشركه السياحه اه اكيد بعد ما رحت ايطاليا هو انت رحت ايطاليا ليه يعني شوية مشاكل كده وبعدين انت عارفة ظروف الإقامة هناك بتبقى عاملة ازاي بس دلوقتي كل شيء بقى تمام الحمد لله هو انت راجع تاني؟ ما انا قلتلك قبل ما سافر يا حبيبتي ان انا مش هرجع هنا غير لما اكون جاهز ومكون نفسي وقلتلي كمان ان الموضوع هياخد له سنة بكتير مش سنتين لما انا هناك مريت بظروف ما كنتش متخيلها ابدا يا سامي قولي والدتك بقت عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله بقيت احسن انا متشكر قوي ان انت زرتيها وطمنتيني عليها تشكرني على ايه يا نبيل ده انت جوزي قلت لهم ان احنا متجوزين بصراحه لا لا ليه وهنفضل متجوزين في السر كده طبعا لا هنعلن جوازنا وهعمل لك اكبر فرح في البلد وبعدين انا جاي لك عشان كده جاي لك عشان اخدك معايا ايطاليا ايطاليا اعمل ايه في ايطاليا يعني تشوفي انا عايش ازاي وتعرفي على شغلي وبعدين اهم من ده كله اجيب لك كل اللي انت نفسك فيه انا كل اللي نفسي فيه انك تبقى معايا او قريب مني على الاقل طب والدبل والشبكه وفي فرح من غير دبل ولا شبكه وفستان الفرح واهم من ده كله الناس اللي هتغني وفدادين خمسه خمس فدادين بحبك بحبك يا مجنون بحبك ها قلتي ايه هتيجي معايا ايطاليا طب وماما والشغل والمجله هقول لهم ايه قولي لهم راح تشتري عربيه عربيه اه انا ناس كتير قوي من مصر بيقولي وبجيب لهم عربيات مستعمله احسن من الزيرو كمان بتتكلم جد طبعا يا حبيبتي بتكلم جد انا بحبك ونفسي قوي تبقي جنبي انت عارفه احنا ما قعدناش مع بعض بقالنا قد ايه سنتين وشويه طب مش كفايه كده بقى ما تقول لنفسك طيب خليك انت جنبي بدل ما اسافر معاك تعالي معايا ايطاليا اوعدك ان انا هصفي كل شغلي هناك وارجع هنا
انما دلوقتي ما ينفعش. طب يلا قوم بينا. فين؟ اعرفك على ماما وناخد رايها في موضوع السفر ده. اوكي. خلي بقى على خير. ربنا يخليك يا باشا. صباح الخير. صباح السلام. ايه اللي تصرفات البرجوازية دي؟ خلي الناس تنبسط. السلام عليكم، ازيك يا عم فتحي؟ الله، ما مفتاحك فين يا سامي؟ معايا يا ماما بس انا مش لوحدي، معايا ضيف. تعالي يا نبيل. مساء الخير يا فندم. اهلا يا ابني، اتفضل. ادخل يا نبيل، ادخل. معلش يا ماما، احنا اسفين ان احنا جينا من غير ميعاد، بس انا حبيت اعرفك على نبيل قبل ما يسافر. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا طنط. تحب تشرب حاجة؟ لا لا مفيش داعي. لا لازم، مش معقول. اشرب اي حاجة. خليكم انتوا قاعدين مع بعض وانا اروح اعمل له قهوة. طب بعد اذن حضرتك دقيقة واحدة. اتفضلي يا فندم. عملتي ده يا سامية؟ ما عملتش حاجة يا ماما، كل ما في الأمر إن أنا حبيت أعرفك على الإنسان اللي بحبه وناوية أتجوزه. كده من غير موافقتي؟ موافقتك هي الأساس. طب كنا نقعد مع بعض نناقش الموضوع الأول. ما أنا جبته البيت عشان نقعد نتكلم براحتنا. اسمعي يا سامية، أوعي تفتكري إنك ممكن تلوي دراعي أو تعملي حاجة أنا مش موافقة عليها. أنا عمري ما فكرت في كده أصلا، وبعدين أنا متأكدة إنك لما تعرفي هتقتنعي بيه. اشمعنى يعني؟ ممكن ألحق القهوة لأنها بتفور. على فكرة يا ماما، نبيل بيشتغل في شركة عربيات من أهم وأكبر شركات العربيات في إيطاليا كلها. لا يا سامية، هو طنط أنا بشتغل في أكبر شركة في نابولي. وبتشتغل إيه هناك؟ المدير التنفيذي، يعني مسؤول عن المبيعات والإدارة. وبتاخد كام مرتب في الشهر؟ أنا بقبض بالليرة الطلياني، بس حوالي 350 جنيه في الشهر. ده غير العمولات طبعاً، اللي بتوصل من 200 ل 250 تقريباً. ما شاء الله ما شاء الله. وانت بقى يا استاذ هتاخد مني عموله لما اجي اشتري منك عربيه؟ معقول يا سامي هاخد منك انت عموله برضو؟ هو انت لسه ناويه تشتري عربيه؟ ايوه يا ماما، من بعد اذن حضرتك طبعا. الحقيقه طنط حضرتك راكبه فيات برضو صح؟ اه مظبوط. موديل كام؟ 59. عربيه هايله فعلا، بس حضرتك لو حابه في تطور كبير قوي حصل في العربيات، يعني انا ممكن اول ما اوصل نابولي ابعت لك كتالوج العربيات اللي عندنا كلها وحضرتك تختاري وسيبي الباقي عليا انا. طب والله يا ماما فكرة مش بطلة فعلا، لما اروح اشتري عربية هجيب لك كتالوجات واتفرجي عليهم هتخسري ايه؟ اهو تشوفي. اما نشوف. اجازة اسبوعين؟ اقدر افهم ليه؟ مسافرة ايطاليا. ايطاليا؟ راح تعمل ايه في ايطاليا؟ راح اشتري عربية. طب ما تشتريها من هنا. العربيات هنا غالية وانا ميزانيتي ما تستحملش، العربيات هناك ارخص. انت رايحة لنبيل. نبيل بيشتغل في معرض عربيات مستعملة وهيعرف يلقط لي عربية كويسة. ايوه بس طلب اجازة في الظروف اللي احنا فيها دي صعب. انا كل طلبه اسبوعين، وده مش طلب خاص يا استاذ احمد. انا رصيدي من الاجازات يسمح بكده وباكتر كمان. ايوه بس الشغل في المجلة دلوقتي ما يسمحش. انا عاملة حسابي وهجهز موضوعين ثلاثة اسيبهم للاستاذ فريد يغطي الوقت اللي انا هبقى فيه مسافرة. واضح انك وصلت القرار، ما عندكيش استعداد انك تتنازلي عنه. واضح ان حضرتك اللي وصل لقرار وما عندكش استعداد انك تناقشه. طب وماما؟ هتسيبيها الفترة دي كلها لوحدها؟ اه هي الحكاية كده. لو على ماما البركة في حضرتك تبقى تسأل عليها. ماما خايفة عليكي. أستاذ أحمد أنا مش صغيرة. أنا عديت ال 25 سنة وأعرف أحافظ على نفسي كويس أوي. طب وإذا قلت لك لأ؟ ساعتها حضرتك تجبرني إن أنا أقدم استقالتي. ولو إني عمري ما كنت أفكر أعمل كده، بس ده هيبقى الحل الوحيد قدامي. عن إذنك. اهلا يا ليفي. اهلا بيك. هاي شلون؟ في عندك اخبار جديده؟ طبعا
انا اللي كسبت يا شلومو ولازم تعترف بكده. مش نستنى لما نبيل يوصل الاول؟ وصل امبارح بالليل ومفيش وراه اي اثر للمخابرات المصريه. انا قلت لك قبل كده يا شلومو الناس دي نايمه في العسل. وساميه جايه جايه قريب قوي. يبقى لازم اجهز نبيل. روما روما ايه بس يا ابو سليم اللي انت عايزني اروحها وانا لسه راجع من هناك؟ مش ساميه جايه؟ ايوه جايه، هتخلص تاشيرتها وتبلغني بميعاد وصولها. وانت المفروض تجهز وتستناها في المطار وتفضل في روما طول ما هي موجوده هناك، الاصول بتقول كده. اقول لك خليها تيجي على هنا وانسى موضوع روما ده خالص. خلي عندك دم يا اخي، حد يجي ايطاليا ويتفسح في نابولي، المفروض تتفسح في روما وتكون انت موجود معاها، ايه البخل اللي انت فيه ده؟ مش الفكره والله، يعني انا عندي هنا شغل وانا لسه راجع من اجازه، هقول لسكالكو ايه بقى؟ سينيور نبيل، سينيور اسكالكو عايزك. اتفضل. تحت امرك سينيور سكالكو. سينيور نبيل، انا مش عارف اعمل ايه. خير؟ انا جالي خبر دلوقتي حالا انه في 200 عربيه للبيع في معرض اجنازيو بسعر مولتو بين. حضرتك قلت كام عربيه؟ 200 عربيه. 200؟ اه دي صفقه كبيره قوي. وانت عمولتك هتكون كبيره قوي قوي. انا عايزك تطلع دلوقتي حالا على سينيور اجنازيو تتفق معاه على السعر وكل حاجه وتشوف العربيات عربيه. سينيور سكالكو، الموضوع ده هياخد وقت طويل جدا. مش مهم وقت، خد وقت زي ما انت عايز، مهم انك مش ترجع من غير عربيات. كابيتو سينيور نبيل. كابيتو؟ هي العربيات دي فين؟ في روما. يلا حبيبي، عايزك تجهز وتطلع على طول على روما فورا. وفعلا سامي خدت اجازه من المجله وسافرت على ايطاليا. وهي قالت لك على الرحله دي؟ لا يا فندم، بس في ميعاد بكره الصبح عشان الموضوع ده. بكره الصبح؟ احنا خلاص بقينا بكره. خلاص نبقى نكمل بعد ما تعرف منها كل التفاصيل. يلا ايه، انت مش هتروحوا ترتاحوا بقى ولا ايه؟ يا فندم، هو الظاهر ان احنا ان شاء الله هنطبق يعني. تطبقوا؟ لا 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 لا، طبقوا انتم. انا عندي اجتماعات مهمه جدا طول النهار. تصبحوا على خير. وانتم من اهلا يا فندم. اتفضلوا يا فندم. هات الورق ده بقى. اتفضل روح انت لبنتك ومراتك. طب وانتوا مش هتروحوا ولا ايه؟ لا انا هقعد اراجع الورق ده شويه ورايح في المكتب لغايه ما سامي تيجي ان شاء الله. تصبح على خير. وانت من الرفاق. هتيجي اوصلك المجلة ولا هتروحي المشوار اياه؟ هروح المشوار اياه. براحتك. Thank you.
مستر سامي. اهلا وسهلا، اتفضل. خدمه تانية يا سيد عادل. حمدي لو سمحت اعمل لنا 2 قهوه وكوبايه ليمون عشان الانسه سامي. حاضر يا فندم. اخبارك ايه؟ نمتي كويس؟ الحمد لله. تحت امرك يا سيد عادل. تحب نبتدي من فين؟ قبل ما نبتدي، قريتي جرايد النهارده؟ لا، فيها ايه؟ الاسرائيليين هاجموا جزيره شدوان وكانوا عاوزين يحتلوها، ودارت معركه كبيره قوي هناك بين القوات بتاعتنا والقوات بتاعتهم لغايه ما انسحبوا في الاخر. لكن الخسائر كانت كتير قوي، خسائر من الارواح، جنود وعساكر. دي مش اول مره يعملوا عمليه كلام. انا عارف، بس انا اللي غيظني انهم كانوا يعرفوا كل حاجه عن الجزيره، عدد القوات، نوع الأسلحة، كل حاجة. ومين اللي وصل لهم المعلومات دي؟ أكون مين يعني؟ جواسيس يا سامية، جواسيس. تفتكر حضرتك؟ أنا ما بفتكرش حاجة. أنا لا بفتح الودع ولا بنجم. أنا عايز معلومات. وأنا تحت أمر حضرتك. قبل ما نبتدي، عايزك تقولي لي بالتفصيل كل حاجة حصلت لك من ساعة ما وصل لك الجواب اللي قلب كيانك ده. أي جواب؟ الجواب اللي بعتهولك من إيطاليا من شهرين كده. كان فيه إيه؟ كان بيطمني فيه على نفسه وعن أحواله. وإيه كمان؟ أبدا. بعديها بكام أسبوع وأنا خارجة من المجلة فوجئت بيه قدامي، قال لي انه رجع مصر في اجازه قصيره وعايزني اسافر له ايطاليا. سافر له ايطاليا ليه؟ لاي سبب يا نبيل. انا ما يهمنيش، كل اللي يهمني ساميه فهمي تيجي ايطاليا. لاي سبب ازاي بس؟ حجتها هتبقى ايه؟ هتقول لي والدتها ايه؟ هتقول لي مديرها ايه في الشغل؟ انت بتشتغل في ايه؟ انت بتشتغل في ايه؟ في الجاسوسيه ان شاء الله، ده بعد اذن حضرتك طبعا. مش الشغلانه دي يا بني ادم، انا بتكلم عن الشغلانه الثانيه، القناع، الكفر. العربيات المستعملة بقى مش عيب عليك يا أخي تبقى بتخدم الناس كلها، بتجيب لهم عربيات لقطة بأسعار ما كانوش يحلموا بيها، وسايب حبيبتك من غير عربية. انت هتقصد ان انا اجيبها هنا عشان تشتري عربية؟ بصراحة لا، في حاجات تانية. ابو سليم خليك واضح وصريح معايا، انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز سامية، عايز سامية فهمي يا نبيل، عايزك تعزمها تجيلك هنا وتشوف العز اللي انت عايش فيه، علشان تعرف وتلمس بنفسها انها مش بس هي اللي ناجحه، انت كمان ناجح زيها ويمكن اكتر، وانك قريب جدا هتحقق كل احلامك وتبقى واحد من اهم رجال الاعمال هنا في ايطاليا. انا مش عايز ردك دلوقتي، فكر في الموضوع على مهلك، دور الحكايه في دماغك وبعدين هنتقابل ونتكلم. تشاو. استنى هنا، انت سايبني ورايح فين؟ انت بتفكر في سامية؟ مش انا، العمة. مستحيل. ايه هو اللي مستحيل؟ سامية بالذات لا، سامية بالذات لا يا ابو سليم لا. رحت فين؟ اللي انت بتطلبه ده صعب، صعب قوي يا ابو سليم، اصل انتوا ما تعرفوش سامية. انا اعرفها كويس، سامية دي بنت وطنية بتحب الثورة وعبد الناصر والبلد، وصحفية شاطرة جدا وعضوة في التنظيم الطليعي، وهي دي الأسباب اللي خلت العمة أساسا تفكر فيها. أنت عارف العمة طلباتها أوامر. جهز أنت نفسك للسفر وأنا هقول لك تعمل. تتعرفي تسوقي؟ يعني أنا صحيح ما عنديش عربية بس عندي فكرة عن السواقة. لكن سافرت إيطاليا عشان تشتري عربية؟ دي كانت الحجة. مفهوم. وبعدين؟ قبل ما أكمل في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها. خير؟ أنا امبارح طول الليل معرفتش أنام وعمال أقلب الموضوع في دماغي. ووصلت ليه؟ وصلت إن نبيل ملوش أي علاقة بالحاجات اللي أنا قلتها لك ولا بالشكوك اللي عندي. سيبك من الشكوك اللي عندك،
أنا بالنسبة لي ما عنديش أي شكوك، أنا قلت لك أنا صفحة بيضاء وأنت اللي هتنقش عليها كل حاجة. أنا حبيت بس أقول لحضرتك من الأول عشان الأمور تبقى واضحة. مفهوم. نبيل عرض عليكي إنك تسافري إيطاليا عشان تشتري عربية، وبعدين؟ ولا قبلين. قدمت على طلب أجازة من المجلة وأخدت فيزا إيطاليا وسافرت. وهناك كان نبيل مستنيني في المطار. سامية سامية نبيل